أهلا بكم إلى تفاصيل خبر. تواصل ميليشيا الحوثي تدمير وتجريف العملية التعليمية بمناطق سيطرتها من خلال فرض رسوم باهظة على الطلاب في المدارس الحكومية وأقصاء الكوادر التربوية وتغيير المنهاج وغيرها من الانتهاكات التي تهدد بتجهيل جيل كامل. قالت مصادر تربوية في محافظة إب إن ميليشيا الحوثي تواصل إقصاء وإقالة الكوادر والقيادات التربوية الغير موالية لها بمختلف مديريات المحافظة وإحلال آخرين من الميليشيا أو الموالين لها. وأكدت المصادر أن ميليشيا الحوثي ألقت عدد من مدراء المدارس والمجمعات التربوية في عدد من المديريات في محافظة إب تحت مبررات واهية تهدف لإقصاء تلك الكوادر التي تحظى برضا مجتمعي واسع. بداية أشكركم على تسليط الضوء دائما على العملية التعليمية والتي هي جانب أساسي في حياة المجتمع اليمني وكل المجتمعات. وأيضا الشكر موصول لبرنامج سهيل تاغ. والحقيقة العملية التعليمية في ظل انقطاع المرتبات وخاصة في مناطق سيطرة الحوثي لأكثر من 8 سنوات، فالعنوان يعبر عن المضمون. فماذا تنتظر من عملية تعليمية، من نتائج العملية التعليمية معلميها بلا مرتبات؟ وبالتالي كيف يستطيع المعلم أن يصل إلى المدرسة؟ كيف يستطيع المعلم أن يكفي أولاده وأهله رمق الحياة؟ كيف لهذا المعلم أن يستطيع أن يسير الدرس وأن يحضر الدرس؟ كيف له أن يلقي الدرس وهو جائع وأولاده يتضرعون جوعا؟ أمر مفروغ منه يعني، وهو حجر الزاوية للعملية التعليمية. لا تعليم بلا معلم، فمعلم يكاد يكون معطل القدرات، معطل الإرادة، معطل المعنويات. كيف يستطيع أن يؤدي واجباته وأن ينتج جيلا مثقفا معلما متعلما؟ هذا أمر أترك الإجابة للمشاهد والمستمع. أمر آخر، عملية تعليمية في ظل هذا الوضع، معلم بلا مرتب، وهذا هو وضع الذي ذكرناه. تطرق إلى جانب آخر، المواطن نفسه في مناطق سيطرة الحوثي في وضع لا يقل شأنا عن وضع المعلم الذي أشرنا إليه قبل القليل. وبالتالي هذا المجتمع هل عنده معنوية؟ هل لا يزال لديه معنوية للالتفات إلى التعليم ومتابعة أولاده وتربيتهم وتعليمهم؟ لا أعتقد ذلك. أضف إلى ذلك أن العملية التعليمية ليس أركانها وعناصرها المعلم والطالب فحسب، بل هناك أيضا المنهج الدراسي. كيف هو حال المنهج الدراسي؟ والحديث هنا لن ندخل في التفاصيل، لكن كيف حال هذه القضية وهي المنهج؟ هل المنهج سليم معافى كما هو ورد في أهداف التربية، الأهداف العامة للتربية والتعليم؟ لا، فالمنهج في وضع سيء جدا، وهناك تلغيم في داخل المنهج يعني أفكار طائفية وأفكار تؤدي إلى هدم النسيج المجتمعي. فهذه إذا كان هذا حال هذه الأركان الأساسية. فلو تطرقنا إلى زاوية المبنى المدرسي خاصة في مناطق الاشتباكات وفي مناطق المشاكل، لا شك أن هذا المبنى المدرسي يعني في وضع غير لائق إطلاقا، وهكذا هي بقية عناصر العملية التعليمية. فعملية تعليمية هذه أركانها وهذه عناصرها، ماذا تنتظر منها؟
لا شك أننا نستطيع أن نقول أنه ربما نستطيع أن نقول ونجزم أنه لا عملية تعليمية. وهناك زاوية هامة في موضوع انقطاع الرواتب. هذا الانقطاع ساعد على الهجرة من داخل منتسبي وزارة التربية إلى خارجها للبحث عن مصدر رزق، فكثير من الكوادر التعليمية الكفأة لا شك أنها غادرت إطار وزارة التربية وإدارة العملية التعليمية إلى رحاب آخر للبحث عن مصدر رزق. أضف هذه النقطة إلى النقاط الأخرى أنه غياب الكوادر التعليمية الكفأة، ويعني العملية التعليمية تدار بنكس وعجز شديد من المعلمين. والسؤال هناك ما هو دور الحكومة الشرعية في ترميم العملية التعليمية ودور نقابة المعلمين؟ دعنا نتحدث عن الحكومة الشرعية. الحكومة ليس لها سيطرة إلا في إطار المناطق المحررة، وهي تقوم بدور لا بأس جيد. العملية التعليمية قائمة، ولكن ينقص العملية التعليمية الكثير من الأشياء، إلا أن ما الفارق هو أن يتوفر للمعلم راتب لا يكاد يغطي أحد حاجاته الأساسية. الراتب اليوم في إطار الحكومة الشرعية لا يغطي أحد التزامات المعلم الأساسية من أساسيات الحياة، وهذا أمر مشهود ومعروف لا يحتاج إلى توضيح، لأن توضيح الموضح أمر غير مطلوب. كذلك العملية التعليمية في المناطق، في مناطق النزوح في إطار الحكومة الشرعية، نكاد نقول لا توجد عملية تعليمية داخل مناطق النزوح. الآلاف من الطلاب لا توجد لهم عملية تعليمية، وإن وجدت توجد في إطار خيام أو في إطار محدود غير مجدي. الحكومة الشرعية تحاول تقدم المرتب وبعض النفقة التشغيلية للتعليم الضرورية، وهذا أمر أيضا لا يشجع، ولا نستطيع أن نقول أن العملية التعليمية يعني قائمة بصورة جيدة ومثالية في إطار مناطق المحررة. أما فيما يخص نقابة المعلمين ونقابة التعليم عموما فهي شبه مشلولة، وهذا يعني اعتراف صريح مني، باعتبار أنه العمل النقابي لا يمكن أن يكون في إطار هذا الوضع للوطن الحبيب الذي نعيشه والشتات الموجود ووضع الحرب. ولكن مع ذلك تقوم نقابة المعلمين بمحاولة الدفاع عن حقوق المعلمين ومحاولة تقديم الرسائل ومطالبة بحقوق المعلمين، وكذلك رصد الانتهاكات في إطار المعلمين والطلاب والمدارس، وهذا هو الجهد المقل. في إطار السؤال الخاص بدور الميليشيات الحوثي في موضوع العبث في بالعملية التعليمية بشكل عام، لا شك أن قد أشرت في بعض المقاطع السابقة إلى أن العبث بالعملية التعليمية كبير، بل أن العملية التعليمية كانت هي هدف رئيسي للميليشيات لتغيير الهوية اليمنية والهوية الوطنية، وبالتالي كان هناك اهتمام كبير منذ الوهلة الأولى. كانت العملية التعليمية لدى الحوثيين هي واحد من أهدافها الرئيسية، حيث كان الجانب العسكري والجناح الثاني هو الجانب التعليمي وتغيير الفكر والهوية، وهذا كان مشهود، وحيث يقف على رأس وزارة التربية والتعليم الأخ الشقيق لرئيس جماعة الحوثي، وهذا واضح دليل الاهتمام بهذا الجانب. وهذا الاهتمام هو في إطار تغيير كما قلت الهوية، والعبث بالعملية التعليمية تم
في كثير من التفاصيل، سواء في المناهج تم تغيير كثير من المفاهيم وفقا للمفاهيم الطائفية والتي تزرع الأحقاد بين الناس وتفتت النسيج الاجتماعي كما أشرت، وكذلك غرس خرافات داخل العملية التعليمية بحيث يكون هناك جيل في 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 قادم السنوات يكون جيل يعني أشبه بزرع الألغام للمجتمع. ومن نتائج هذه الثقافة وهذا التعليم أن نجد أنه يتخرج الطالب من دورات التي تعمل لهم في صنعاء وفي غير صنعاء في مناطق سيطرة الحوثي، ونجد هذا يتجرأ ويقتل أبوه وأمه ويقتل أخوه بسبب هذه المفاهيم المغلوطة. فهذه من خلال دورات فقط، كيف ستكون وأعداد بسيطة من خلال الدورات التثقيفية ينتج هذا الـ 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 هذا هذا الـ 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 الأفكار وهذه الأجيال الحاقدة التي تحقد حتى على أبيه وعلى أمه ويقتل أبوه وأمه بدم بارد؟ ما يعني هذا غسيل تماما للفكر والعقيدة. فكيف بعملية تعليمية تمر سنوات وتمر عبر مناهج لحوالي 9 سنوات، كيف سيكون هذا الطالب؟ لا شك أن هذا العبث سيكون من نتائجه زرع ألغام خطيرة للمجتمع في المستقبل. لذلك العبث أيضا في موارد العملية التعليمية. تجريف التعليم في مناطق سيطرة الحوثيين جار على قدم وساق للقضاء على آخر ما تبقى من معالم العملية التعليمية. وأقالت الميليشيات عددا من مدراء المدارس في محافظة إب ومحافظات أخرى تحت مبررات ذرائعية واهية، ومنذ سيطرتها على القطاع التعليمي درجت ميليشيا الحوثية على حوثنة الجهازين الإداري والوظيفي في مؤسسات التربية العامة. وتنذر هذه الإجراءات بملشنة الفكر التعليمي وتطييف الكتاب المدرسي والوسائل التدريسية وتجهيل جيل كامل من الطلبة والتلاميذ. يأتي هذا في ظل تجاهل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفولة وتحييد المؤسسات التعليمية من الحرب والتسييس في مناطق الصراعات المسلحة. وقالت مصادر تربوية في محافظة إب إن ميليشيا الحوثي تواصل إقصاء وإقالة الكوادر والقيادات التربوية الغير موالية لها بمختلف مديريات المحافظة وإحلال آخرين من الميليشيا أو الموالين لها. وتتعرض محافظة إب لغزو فكري يستهدف القضاء على النسيج المذهبي السني للمجتمع وتفكيكه عبر إيجاد دوافع صراع بيني داخل أبناء المحافظة. وكانت قيادات تربوية طالبت بالكتاب المدرسي مع بدء العام الدراسي الجديد لتفاجأ بإقالتها وتعيين حوثيين في مواقعها. شكرا للزملاء الذي عدوا لنا هذا التقرير. مشاهدينا الكرام، وحول هذا الموضوع رصدنا لكم فيه آراء الشارع نستعرضه سويا من خلال هذا الاستطلاع الذي عدوا لنا الزملاء. الخطوة الحوثي باستبدال الكادر التعليمي هي خطوة خطيرة جدا، إنما هنا المراد باستبدال الكادر التعليمي بقيادة موالية له هو تشويه التعليم والسيطرة على عقول الطبقة التعليمية خاصة النشأ. هنا يستطيع أن يسيطر عليهم بأفكاره والتي يزرعها بداخله حتى يخرجوا بالأخير أدوات تدبيرية للبلد وليست أدوات للبناء. أعتقد إضافة إلى أنهم استبدلوا المناهج التربوية بمناهجهم الخاصة السلالية، فهذا أعتقد أنه إنهاء ما تبقى من جودة التعليم وفي التعليم في اليمن. هذه الخطوة تعد تلبية لاحتياجات السلالة وخرافة السلاليين الحوثيين وإنهاء لما تبقى من جودة التعليم وما يؤدي إلى إنهاء التعليم بشكل كامل في اليمن. طبعا الخطوة التي تقدم عليها الميليشيا الحوثي من أساسه
هم لا يتعاملوا مع لوائح ولا يتعاملوا مع كادر تربوي ولا يتعاملوا مع أمور تعليمية ولا عندهم هدف تعليمي، عندهم هدف عنصري يريدون حقهم في الميدان، من كان يتم إليهم أو يواليهم يعينوه بغض النظر عن كان مؤهل ما عندهش مؤهل، هم يعينوا أي شخص أي كادر عندهم أي شخص عندهم يعينوه بطريقتهم الخاصة، ولذلك لا ينظروا للمصلحة الخاصة العنصرية البحتة فقط. أما العمل التعليمي، العمل التعليمي عنده لوائح عنده قوانين، وكل ما يرتقي معلم ثم إدارة أو مشرف أو موجه حسب اللوائح حسب القانون حسب المدة القانونية حسب قانون المعلم والمهنة التعليمية، هم لا ينظروا لأي قوانين وأي لوائح يعينوا حتى ولو أنه ما عندهش مؤهل يعينوا به المحل هذا. الدليل أن الرأس حقهم ما عندهش ما يحملش المؤهل، وذلك عملوا قيد سمنوا قيد الثورة. فالثورات قامت للقضاء على الجهل والإمامة والفقر والاستبداد، والجهل هم الآن عادوا إليه فحاولوا إبعاد كل من له في التعليم فرصة وأسس على التعليم ولديه لوائح وأنظمة التعليم، استبعدوه ليجهلوا الشعب اليمني في مناطق سيطرتهم، وأحلوا محلهم أناسا ليس لهم في التعليم أي يعني أي دراية، وهذا سبيلهم لتجهيل الشعب اليمني خاصة في المناطق التي يسيطرون عليها. هذا طبعا ينبغي أو علينا كيمنيين أن نوعي أبنائنا وأخواننا في المناطق سيطرتهم على أساس أنهم إيش يقوموا بقول كلمتهم، لأن في يوم من الأيام بنجيق الشعب أو أبنائنا في المناطق المسيطرة عليها الحوثة قدهم كلهم يعني تجهيل. شكرا للزملاء الذي عدوا لنا هذا الاستطلاع. مشاهدينا الكرام، ومن تفاصيل خبر إلى حكاية بوست. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة التي نرصد لكم فيها أبرز ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي ونتعرف سويا على أصل الحكاية. حكاية اليوم مشاهدينا الكرام عن حملة التشويه لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، المدرسون أرباب البندقية والقلم، لاقت سخرية من ضعاف النفوس لأولئك الأبطال الذين يحافظون على الجمهورية ضد الإمامة الجدد والأفكار البغيضة التي تريد أن تدخلها تلك الميليشيات الإرهابية إلى وسط المجتمع اليمني الجمهوري. لكن حراس القلم وحراس العقيدة وحراس الجمهورية أبوا إلا أن يلتحقوا بتلك الجبهات، جبهات الشرف والبطولة. إذن نشطاء تفاعلوا على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبوا عدد من التغريدات، نستعرض لكم بعض منها، وبداية من همدان العلي الذي قال في تغريدة له: في اليمن لدينا من استخدم اللصوص والمجرمين والمنحرفين والفاشلين في المدن والقرى ليستخدمهم كأدوات من أجل فرض حكم العصابة العنصرية الإمامية. في مقابل ذلك هب المدرس والأكاديمي والمثقف للدفاع عن الدولة والمساواة والجمهورية. أليس هذا شرف عظيم يجب أن نفخر به؟ وهنا زميل محمد الكميم يتحدث عن نموذج من أولئك الأبطال، قال: هذا المدرس الشهيد يحيى المسوري ارتدى زي الجيش وشرفه العسكري حين خلعه قادة الجيش وكبار ضباط المهنية العسكرية ولبسوا البرمودات يتسكعون في مقاهي عمان والقاهرة ودبي. الشهيد المدرس أذاق الحوث الويل وخاض مئات المعارك، وفي قمة جبل المنارة نهم ارتقى شهيدا. الزميل المختار الفقيه أيضا له تغريدة عن ذات الموضوع، قال فيها: هذا المدرس والمدرب ورجل الاقتصاد الشهيد نايف الجماعي عليه رحمة الله واحد من آلاف المدرسين حين ارتمى أصحاب الرتب المزيفة في أحضان الميليشيات الحوثية، وفر آخرون خارج الوطن أو حبسوا أنفاسهم خلف أسوار بيوتهم جبنا، هبت كالأسود الهصور يذود ميليشيات إيران دفاعا عن دينه ووطنه رب قلم بألف نجمة. ونايف عيض العماد أيضا له تغريدة عن ذات الموضوع، قال فيها: ثبت المدرس في وجه ميليشيات مختلفة لسبع سنوات لم ينهزم أو ينكسر رغم قلة الخبرة العسكرية والقتالية، لكنه يمتلك خبرة وطنية عالية
مكنته من الذود عن الوطن وعن كرامته. أدركت حينها أن بناء عقيدة الجندي أكثر أهمية من الخبرة القتالية في أهميتها جميعا. أما سعد العسل فقال في تغريدة له: من يقولون عنهم مدرسين هم أول من حمل السلاح ضد ميليشيا الحوثي، هم أول من أعلنوا دعمهم وتأييدهم للحكومة الشرعية منذ البداية، لهذا يقولون عنهم مدرسين ويحاولون تشويه سمعتهم، لكن لن يستطيعوا اختيار اسم التهمة. بل القائد والوزير والرئيس والطبيب بكافة الكوادر ارتقاؤهم بفضل الله وبفضل المدرس. هنا سمير الصلاحي ساخرا: من أولئك الذين يريدون تشويه أبطال الجيش الوطني والمدرسين الذين التحقوا في جبهات القتال للدفاع عن كرامة أبناء الشعب اليمني وعن وحدة أراضيه وعن جمهوريته. قال في تغريدة له: كيف قلت لي مع جبوك المدرسين؟ نسيت لما حليت الميري قفل المعسكرات وهربت من أبو عودي؟ نسيت حين ذهبت بالبدلة العسكرية لخدمة صاحب مران ضد أبناء محافظتك؟ نسيت أنك استبدلت تحية الجمهورية اليمنية بنهيق الصرخة؟ نسيت أن المدرس هذا ارتقى شهيدا وهو يدافع عن كرامتك وكرامة كل يمني؟ فؤاد الحميري في أبيات بسيطة كتب فيها وفاء للمدرس الذي يدافع عن الأرض والعرض وعن الجمهورية. قال في أبياته: قم للمدرس وفه التبجيلا، فالرأس كان وأنت كنت ذيلا، وامضي عن الكتفين أنجمها التي غارت بليل الظالمين أفولا، وأزح عن الصدر الجبان وسامه، يغدو الوسام على الخفيف ثقيلا، صان المدرس أرضنا إذ خنتها، وشرى عزيزا حين بعت ذليلا، لولاه عشت لمشرفيك بيادة أو مت بين أكفهم زنبيلا. العميد الركن محمد الكميم قال في تغريدة له: سلام الله على كل من واجه الحوثي ببندقيته وقلمه وهاجر من بيته وسكن الجبال والخيام والصحاري الحارقة يوم كنا لازلنا في صعدة. سلام الله على كل قائد وضابط وصف وجندي أبر بقسمه العسكري. سلام الله على كل مدرس وكاتب وشيخ ومواطن ومهندس وصاحب مهنة ترك عمله وحمل البندقية. أنتم الأكرم منا جميعا. والدكتور عمار البخيتي قال في تغريدة له: عندما ترك كثير من خريجي الكليات والمعاهد العسكرية واجبهم الوطني في الدفاع عن الجمهورية ضد مشروع الإمامة، جاء التربويين وغيرهم للتضحية بالدماء عن الوطن ومواجهة الإمامة بمشروعها السلالي. لذلك يجب أن نكون منصفين لهم ولكل من ضحى، سواء كان مدرس أو عامل أو جندي أو ضابط. وصلاح الدين حمزة في تغريدة له قال: عندما تسقط الدولة وينهار الجيش ويصبح الوطن بيد غازي ومحتل يعبث وينهب ويسفك الدماء، يتحول الأحرار من كل فئات المجتمع، مدرس وعامل وطبيب ومهندس وسياسي وأكاديمي ومزارع، إلى مقاومة ليشكلوا جيش يدافعون عن كرامتهم ووطنهم، ويصبح فرض عين وواجب للجميع.